خليني انتقل مع حضرتك لنقطه اخرى سياده اللواء. يعني في رايك تفسيرك ايه لانه اكيد تركيا مدركه تمام الادراك انه مصر هي القوه العسكريه الاولى في هذه المنطقه. يعني عايز اعرف من حضرتك تفسيرك لتحركات تركيا واصرارها على حشد المرتزقه والتحرك نحو سرت والجفره، بالرغم من ان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني صرح اكثر من مره ان سرت والجفره هي خط احمر، وخط احمر انطلاقا من انها دعوه للسلام. طيب، خط سرت الجفره عشان مفهومه الواسع والصريح، اما الان خط احمر هو تنبيه بالمقام الاول لاهل ليبيا، انتبهوا انتوا بتسرقوا، والحته الخط ده معناه اذا تهاونتوا فيه معنى كده ان بقيه ليبيا شرق ليبيا الثلق اللي بيمثل تلتين مساحه ليبيا، ما شرق هذا الخط هو استنفار لاهل ليبيا، لان بيقول لهم انتوا جايين تتسرقوا عشان يبقى ليبيا كلها تحت السيطره، والتدمير طال كل اراضي ليبيا، وما يجي تعمر تركيا هي اللي هتتولى التعمير، اللي تركيا اللي حطيتها على ليبيا. اما النفط فتركيا محتاجاه لان هي انتاجها في النفط لا قيمه له، وبالتالي فهي محتاجه هذا النفط الهلال اللي بيمثل قيمه الثروه في هذا الاتجاه. صمت الدنيا على هذا الامر او الدنيا بتتفرج على تركيا، عشان كده باكد لك ان هو توزيع ادوار، وتركيا اللي عندها حلم، يا جمال لو تديني دقيقتين كمان، في حلم بيراودها، واحد اعضاء حزب التنميه والعداله والتنميه اسمه احمد داوود اوغلو، ده كان وزير خارجيه اسبق، قال ايه نصا في احد خطاباته يمكن 2009، قال انهم يتهموننا باننا العثمانيون الجدد. نعم، فنحن العثمان الجدد، من اكثر من 100 سنه الدنيا مسكت الامبراطوريه العثمانيه ونفضتها ورجعتها الى حجمها الطبيعي بال 780 الف كيلومتر مربع اللي هي فيهم دلوقتي، بعد ما كانت منتشره على 29 دوله، مساحه اكثر من 7 مليون 10 12 ضعف مساحتها الحاليه. هذا الحلم، اذا كنت انت تاريخ الفراعنه مسيطر عليكي وانت بتقولي ده تاريخي ودول ناسي، هم متخيلين ده تاريخ رغم ان هم كانوا راكبين الدين الاسلامي، كان اسمها الخلافه الاسلاميه يا جمانه. نفس النمط ونفس الغباوه اللي بتدار بيها هذه المرحله، نفس الغباوه بتدار بيها، واخدين الاخوان فريزنج في تركيا والسراج من ضمن الاخوان، وبيدار الامر تحت مسمى الدين. هم مش مدركين الدنيا كلها، وسائل التواصل الاجتماعي والميديا اللي حصلت، التطور اللي حصل في الميديا كشف كل الرؤى وكشف كل واحد، انما البجاحه اللي بتتم بهذا الامر تقديري بتتم تحت سمع وبصر المنظمات الدوليه والاقليميه ودول العالم. خدي بالك في حاجه اسمها الامم المتحده، هل تفتكريها يا جمانه؟ الامم المتحده فاكره حاجه زي كده؟ اه طبعا. تفتكري مجلس الامن؟ تفتكري مجلس الامن يا جمانه فاكراه؟ طبعا. الحاجات دي فين؟ يعني يا فندم هي طبعا هو سؤال حقيقه، يعني سؤال مهم، واحنا شفنا انه مصر بتقف في صفها دول زي روسيا وفرنسا، وتركيا بتقف وحيده، ولكنها في نفس الوقت مصره على هذا السلوك العدواني، مش بس في ليبيا لكن وفي دول عربيه اخرى. طيب انا هسال حضرتك سؤال سريع جدا يا فندم، يعني احنا شايفين ان احنا دلوقتي في سباق ما بين السلام والحرب، وشايفين ان مصر والعالم كله يعني شايف ومتاكد ان مصر تميل الى السلام. اي السيناريوهات اقرب يا فندم من وجهه نظرك؟ السيناريو اطرافه مش في ايدي يا استاذه جمانه، احنا مؤمنين ان دايما انت يا جمانه عايشه بالعقيده، انت عايشه بالخلق، عايشه بالقيم. دينك ما امركيش للحرب، انما امرك ان تستعدي للحرب، واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم.